وحشتيني. كنت عايز اشوفك واطمن عليك. عايز تشوفني وتطمن عليا وبس؟ اه والله، اه والله العظيم. حربي، احنا اول يوم اتقابلنا فيه قلت لي ان اللي في قلبك على لسانك، وانا بقى طبيعي ما بحبش الراجل الملاوع اللي كلامه بيرمي في اكتر من منطقه. لو في حاجه عاوز تقولها يا حربي قولها على طول، لا اما بقى قعدتنا في المكان الشيك ده ملهاش اي لازمه. حبيسه امني، وكل يعني اللي انا طالبه منك يعني لو ينفع، لو ينفع ان لو يعني الحوارات اللي بينا والمواضيع خلصت يعني نبقى برضو نتقابل تاني لو ينفع يعني ونبقى اصحاب. ليه يا حربي؟ هو احنا مش اصحاب؟ مش عارف بصراحه، انت اللي تقولي بقى. بص يا حربي، انا من اول يوم شفتك فيه وانت مضروب في القسمه عند اكرم واعتبرت ان احنا اصحاب. هو انا بقى نفسي تنسي اليوم ده خالص، ما تفتكرنيش وانا مضروب ومهزوم، مش عايزك تشوفيني قدامي غير بالمنظر اللي انت شايفاه ده. ليه يا حبيبي بتقول كده؟ عشان في ناس كتير ما بيهمهاش غير المظاهر، اللبس، العربيه، الشكل، الحاجات دي كلها يا حبيبي مظاهر سطحيه ما بتفرقش معايا. انا اللي يهمني البني ادم من جوه، وانا من اول ما شفتك وانت عجبتني، قصدي يعني عجبني فيك شهامتك ورجولتك وانك ممكن تقف وتضحي بنفسك عشان اي بني ادم مظلوم. حبيبي انا اتمنيت ان احنا نبقى اصحاب بجد. يوه يا انسه اماني، ده انت دوختيني، ده انا كده ممكن اتغرف نفسي. لحقك. بس مش كل الناس شايفه زي ما انت شايفه كده. يعني على سبيل المثال مثلا اخوك الضابط اكرم. هو اكرم ماله بالموضوع ده؟ اخوك لما هددني في الاول عشان ابعد عنك يعني ما كانش شايف قدامه غير واد الصايع الضايع رد السجون اللي شغال سريح على عربيه خرده. يمكن لو كان شافني بالمنظر ده كده من الاول كان غير وجهه نظره فيا. لانه ما يعرفكش من جوه يا حبيبي. انا متاكده لو اكرم قرب منك وعرفك بجد هيغير وجهه نظره فيك. تفتكر ده ممكن يحصل؟ طبعا ممكن. حبيبي انا لازم امشي دلوقتي. هو في حاجه حصلت ولا ايه؟ لا ابدا، بس افتكرت الميعاد مهم ولازم امشي. طب استني حاسب واجي اوصلك. لا لا مفيش داعي، عن اذنك. حضرتك طلبتيني انا سرشا؟ ايوه يا نشوى اقعدي. خير يا انا سرشا، تحت امرك. الحقيقة نعيم بيه معجب جدا 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 بكتاباتك وعلى ثقة عالية بمدى إخلاصك للكورنال، عشان كده هو كلفني إن أنا أتكلم معاكي في موضوع يهمه هو شخصيا. وأنا تحت أمر نعيم بيه في أي حاجة يطلبها مني. أماني مالها؟ كتابات أماني في الفترة الأخيرة عن الجدع اللي اسمه حربي، إحنا وصلنا أخبار إن هي كلها كتابات متفبركة وإن ملهاش أي أساس من الصحة، وحربي مجرم مسجل خطر وله سوابق، وان هو طلع ولا بطل ولا اي حاجه. انا برضه قلت كده من الاول. طبعا موضوع زي ده مزعل نعيم بيه جدا جدا جدا، خصوصا ان هو راجل ليه سمعته والعين عليه زي ما انت عارفه. وانا ايه المطلوب مني؟ مطلوب منك انك انت تعرفي لي هي اماني ليه عملت كده، وعايزاكي كمان تعرفي لو في اي علاقه بين اماني وحربي بره الشغل. ايوه بس انا حاجه زي دي انا هعرفها ازاي؟ انتي وشطارتك بقى. متأكدي انه نعيم بيه هيقدر حاجه زي كده جدا، وهيعرف مين الناس اللي بتشتغل معاه باخلاص وامانه ومين اللي بيشتغل معاه بغش وفبركه. تأكدي يا انيسه رشا ان انا هبذل كل جهدي عشان اعرف لك اصل وفصل الحكايه دي، وهاجي ابلغك بيها على طول. ويا ريت تبلغي نعيم بيه ان انا تحت امره في اي حاجه، واني مستعده اخدمه بعناية، واني سعيده جدا بثقته الكبيره دي فيا. طبعا الكلام اللي دار بيني وبينك ده محدش في الدنيا هيعرفه، ده سر بيني وبينك. في بير يا انسه رشا، في بير. ايه يا رؤوف مالك؟ ابدا يا فندم،
كان في موضوع كده كنت عايز سعادتك فيه لو وقت سعادتك يسمح. يعني اتكلم يا رؤوف خير. كان في موضوع وسبق كلمت حضرتك فيه بخصوص بخصوص الأنسة أمان. عموما يا رؤوف أنا يعني أنا عايز أعفي سعادتك من الحرج واعتبر الموضوع ما حصلش من أساسه. مش فاهم قصدك إيه. أنا صرفت نظر عن الموضوع خالص. أقدر أعرف ليه؟ حضرتك عارف إن الحاجات دي اسمها نصيب، وأنا حاسس إن نصيبي مش مع الأنسة أمان. بس ده برضه مش رد على سؤالي يا رؤوف. بعد إذنك يا فندم، لازم أشوف شغلي. يهمك قوي تعرفي؟ لا بس اصل الحقيقه انا كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع كده. خير يا نشوى اتكلمي. اماني انا عارفه انك زعلانه مني من مده، وانت عندك حق 100% انك تزعلي مني، بس انا حبيت اني اعتذر لك واشرح لك موقفي. موقف؟ موقف ايه يا نشوى؟ اماني انا مش هكدب عليكي، انا غيرت منك، مش بس انا، كل الزملاء اللي هنا غاروا مني، وده بسبب المواضيع الاخيره اللي كتبتيها عن الجدع ده اللي اسمه حربي. قد ايه كانت مواضيع هايله وعظيمه، والكل كان يتمنى ان يكتبها او حتى يشارك فيها، وانا من ضمنهم. فارجوكي ارجوكي يا اماني، لو كنت غلطت في حقك او اسات ليكي انك تسامحيني. وبعدين احنا طول عمرنا اصحاب، واذا كنت يعني غيرت منك فدي غيره مهنيه، لانك فعلا مواضيعك عظيمه وهايله. مرسي يا نشوى، خلاص اعتبري الموضوع انتهى، اعتبري اللي فات مات. بجد يا اماني؟ يعني صافيه لبن؟ صافيه لبن. طب قولي لي بقى، كنت فين النهارده؟ مع حربي؟ ايوه. ايه بتعملي معاه سلسله مواضيع جديده؟ لا خلاص، حكايه المواضيع دي انتهت خلاص. امال انت كنت معاه بتعملي ايه؟ احكي لي يا اماني، يمكن اقدر افيدك او اساعدك. يا رؤوف بيه، يا رؤوف بيه. ايوه. الهدف طلع على طريق اسكندريه الصحراوي وخرج من نطاقنا، نتصرف ازاي يا فندم؟ طيب ارجعوا انتوا، وانا هتصل بمباحث اسكندريه واشوف ممكن يعملوا معاهم ايه. تمام يا فندم. بقول لك يا زين، انت فكرك اماني تعرف حقيقه نعيم السيوفي؟ ودي هتفرق معاك؟ لا ولا تفرق ولا حاجه، انا بس يعني احب اعرف راسي من رجليا وابقى فاهم انا بتعامل مع مين بالظبط. هو انت حربي مش قبل كده قلت لي ان اماني ما تعرفش حاجه وانها بنت ناس ومحترمه؟ حصل ان انا قلت كده، بس يعني عايز اتاكد يا زين، خايف لا تكون عارفة حاجة ولا متورطة في حاجة. أول مرة أشوفك مشغول بواحدة كده يا حرب. خليك في انشراح ودنيا والنوع ده، سيبك من أماني دي خالص. أنت تقدر تشيل دعاء من دماغك. يا عم دعاء دي غير أماني، دعاء دي واحدة مننا. عندك حق. أماني غيرهم كلهم. نوع تاني. نوع عمري في حياتي ما قابلته. عقلها كبير وقلبها طيب. فيها حنية دعاء. وجدعانة انشراح وشقاوة البنت دنيا. خد بالك بقى يا حبيبي، احنا داخلين على شغل جامد قوي بكره، هو الحب ده يشغلك ويتوهك لتضيعنا ويروح في بنكلة. بالعكس يا زين، اللي زي اماني دي مستحيل تعطلني، لان عشان استاهلها لازم ابقى في العالي والعالي قوي كمان. الو ميسه، انا لازم اشوفك ضروري. ايه خير في حاجه؟ مش هينفع الكلام في التليفون. ايوه بس
ما بسش يا ميسة، لازم تيجي حالا، انا مستنيكي في البيت. في البيت؟ اطلعي من الباب اللي ورانا عشان ما حدش يشوفك. طيب طيب، مسافة السكة مش هتأخر عليك. باي. هو مين اللي كان بيتكلم يا ميسة؟ ابدا يا علي، دي ماما، اصلها كانت تعبانة قوي ومحتاجة ان انا اعدي عليها في البيت ضروري. لا سلامتها، ألف سلامة. تحب أوصلك معايا وأطمن عليها بالمرة؟ لا لا لا، أنا مش حابة أعطلك، أنا هروح أطمن عليها وهرجع على طول. طب سلميلي عليها. الله يسلمك. سافول اللي عملها. اهلا يا بهوات، اي خدمه؟ بقول لك ايه، ما تعرفش استاذ سلومه فين؟ هو اللي قاعد على الترابيزه اللي هناك دي، اللي ماسك الجورنال ده. ماشي، تشكر. استاذ سلومه؟ ايوه. انا حرب المهن، ده زين. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضلوا يا بهوات. تشكر. تشربوا ايه بقى؟ لا ولا حاجه، ربنا يكرم اصلك. صح، شايف انتوا ضيوفنا. مش مشكله يا ريس، خلينا في المصلحه على طول. طيب. دي تصاريح دخولكم انتوا والعربيه المينا. المركب دخلت البوغاز النهارده الساعه 3، وزمان العمال دلوقتي بيفرغوها، يعني على 9 10 بالليل بالكتير هيبقوا العمال خلصوا تفريغ وروحوا، ومش هيبقى في حد هناك. هتلاقوا الكونتينر اللي انتوا عايزينه في المنطقه الجمركيه على رصيف 53 او 54. اتفقنا كده؟ انا عملت اللي عليا. السلام عليكم. ايه يا عم، حيلك حيلك حيلك، اقعد كده بس وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انت مش جاي معانا ولا ايه؟ لا يا حبيبي، انا كده دوري خلص. انتوا بقى الله يكون في عمركم. السلام عليكم. يا البيعه الميري دي، هنتصرف ازاي دلوقتي يا عم حارب؟ مفيش بقى، مستنى الحل.